ضحك ما نيش معبرة ضحك ما تفت عبرها من بيتها من يوم هكي ما عندها حاجة يخسرها ما عندي حاجة نخسرها حتى ان كان الحظ متكي يضحك ما هوش معبرها ضحك ما نيش معبرها يا شباب يا هو وصوفك والسهلة يا عيد بالحجاجات يا يا عيد عيد سنابه هذا هذا يا هو هذا هذا وين يا هو يا هو هذا هذا وين هذا وين يا هو هذا وين هذا وين يا هو هذا وين نفسيتك حلوه اليوم. صباح الخير صباح الخير يا باتي. وتتيلي فطور فطور يا كل فطور عاد يا باتي نوذ اللي متقرطه جوا تدير لك فطور متقرطه من اللي متقرطه اخزين في غيرها في الحوش لا لا خليها راقده الله يربك لا دخلتك دو 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 مشاكل هالزواج مشاكل ايه شنو حلك رايت شنو حلك رايت من المشاكل قلت لك هذه اللي جوا دبوا السيبان وين يبيعوا فيه تاكل فيا النار وكامي من راسي لا عندك دامي تاكل فيا النار وكامي من راسي لا عندك دامي تاكل فيا النار وكامي من راسي لا عندك دامي تاكل فيا النار وكامي من راسي لا عندك دامي تاكل فيا كان الشيب يا صباح ودي بروحي يا علي قصة هذا وين الشمت وفينا عاد شنبو مزبوط قصدك بلدي من راسي لا عندك دامي تاكل فيا النار وكامي من راسي لا عندك دامي أنا من؟ كيف انت من؟ مش جويد انت؟ ما زالت على الخفيف. طيب ايش تقول يا بلية؟ لا ما في شيء حاج، نحن ماشيين ما تبي شيء. قولوا لي شنابو كراعة طاولة على قلية؟ كراعة طاولة؟ كراعة طاولة على قلية كيف؟ يعني يمشي ويجي على قلية؟ لا والله يا عمري ما شفته، عليش؟ لا شيء، تنتلفوا مصايب، يلا. يا دار القدم 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 يا دار صباحيا مباركة صباحيا مباركة اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ألف مليون مرحبا يدردح عند رديح والله منور والله يا استاذ حمد شنو حال نفسيتك الله يخليك يا اخوي الحمد لله يا قلية الله يبارك فيك امشي عند بنية يا الاجرب يا رجل يا رجل يا رجل معلش يا رجل اعتب على زيد العقل يا استاذ حمد كبر دماغك واد صغير ما تعملش عقلك بعقله
سيبك منه ومخاي. يلا يا ابني الكلب يا واطي علي اطلق ونمسكك نقطعك ونعملك مفرومنا علي اطلق نوريك المخاين الشكل وتعال جاي لو كنت راجل يا ابني الكلب يا رمه. اسمح لي بالرقصه دي. ود يا رفيع يا رجل. خلاص يا راجل خلاص. هو الود قويده بيعمل ايه؟ فرحان بالثوره مع انه ما عملش حاجه. الود هذا 17 فبراير. لا توه مش 17 فبراير. اما ليش؟ شعبطاشر فبراير. اي والله يا استاذ حمد الخلق كلها عملت تشعبط شبيط. اوه سيدي عطلق بدلة الفرح يا ما تعبتوش من هالخربشه. او نشارك الشعب وافراحه. اللي عجبتني فيك يا جويده انك شاب وطني. لا جويده من ناحيه وطني وطني. لا وطني على المفاصل. شو رايك في الخط يا استاذ؟ لا جميل بس في تعديل بسيط. شنو؟ الثورة راهي يوم 17 مش 71. أستاذ مختار. اي نعم. تهدا عينتو مدرس هنا ولا شني؟ على من تحكي انت؟ تهدا بتاع الديمقراطيه الاحمر. رابح. ما هو يا سيدي؟ سيدك مولاك واحنا عبيده. ما هو يا سيدي؟ سيدك مولاك واحنا عبيده. تباهي يا سيدي، خليني اكمل لك. الاستاذ حمد في اجازه. فقل له خير من يقعدوا العيال هيك يشرح لهم شوية على الديمقراطية ويلقى رواحهم. والله حتى ليك نلقى نفهم الدوة هدي. البارح أنا نفكر ونقول العندام تاع الواحد يقعد مش فاهم الوحدة هدي. خلاص عادي قمز مع الطلبة واسمع. وعادي ما فيها شيء. عادي شنو فيها؟ تبغى كنت تحضر في المؤتمرات. مؤتمرات؟ بهاللي ما مسكت علينا حاجة تانية. الحرية تعني التحرر من قيود أو سلطة، سواء كانت هذه القيود سياسية أو اقتصادية أو مالية في صورة قوانين. والحرية تعتبر ناقصة ما لم نتحرر من الأفكار والأوضاع الاجتماعية الضارة. الشفافية هي. ممكن نحضر معك الدرس على الوحدة هديو؟ درس على الوحدة هذه؟ الوحدة هذه بتاع ديمقراطية. بكل سرور تفضل. وين وصلتوا؟ في الفشاشية. شني؟ في الفشاشية بتاع حرية الكلام. فشاشية؟ بليز بليز الله يلعن ويخزي. علينا أن نتحرر حتى فكريا. يجب علينا أن نغير حتى من طريقة تعاملنا في الشارع. يجب أن تكون العلاقة بين المواطن والدولة مبنية على الثقة، ومن خلال الشفافية تتولد الثقة. بالله يا أستاذ بنسألك سؤال. تفضل. مش بحفيك ليلتها في الفرح تحكي لها مع الحزب توا مش يقولك من تحزب أخانه تهدي كيف هدي؟ هذا مفهوم غلط رسخ فيك من النظام السابق حتى ينفرد بالسلطة. تهو انفرد ويا أخي حتى سجل قول. جميل جميل دار ما ننسى اللي معاي ده جاب دمح. زعمك شنو تقصد بيها؟ بلكي تقصد بيها المرحوم بوقلية. والله لو كانت تزوج راجل يونسها خير لها. قلية تزوج وتوت بلمة بروحها وما تلقى خير مني. نعم
جميل دار ما ننسيه اللي معاي دي جاب دمعته. وباش خير مني بوقليه؟ انا من رايي غشوا كنا في حزب واحد. ايوه يعني هيك شريكه. لا ممكن احنا ومن عجبوا الحجاجات. نحن كعيت شنابو اي حزب فيه عيت ابو الحجاجات نحن ضده. هلا لو كان تاخذوا رايي ديروا حزب وحطوا رئيس عمك مقاوي بمخيل. عليش بمخيل وانا قاعد؟ لا انتم ما يقدركم الا بمخيل. انتم تبيكم واحد قمعي. بمخيل هو اللي يقنطها. لا لا الساعه بعد نديروا حزب نديروا انتخابات والصندوق يحكم بناتنا. بزبوك جاء روح. توزيع هذه شت. مبروك 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 يا ابوي. الله يبارك فيك. مبروك مبروك العقبه التعويضه. عاوني يجيب بنيه وتسميها تعويضه علي حنها. الحقيقة التعددية الحزبية مناخ صحي في العملية الديمقراطية، بس المهم مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والأحزاب السياسية هي أحد أدوات التنمية في العصر الحديث. الأحزاب والتعددية دائما هي مفتاح الديمقراطية وأحد الضمانات للحرية والتداول على السلطة. بالله معلش يا أستاذ. تفضل. تو يقول لك حكومة الكرنكات، شنو معناها حكومة الكرنكات دي؟ تقصد تقنقراط. تو انت علاش كاره ولد عمك؟ انا مانيش كارهه يا راجل، لكن ما لكن شنو؟ يقعد يعوج في الدوة قدام العرب، صلصة ما صلصة، عاوزين ما عاوزين، وما غبك في الناس عاد، واولهم عتبوا الحججات. خايف يقولوا عاد شنابه مصرية، وكان مصرية، حلوين المصرية. تلا مش هذي. خايب وهبل، وان كان ملقى مع من يتعارك يتعارك مع سوريته. هبل ولد عمي وعارفه يا راجل. لا صحيح والله، وانت مناس بعقولك مش بتعين مشاكل، ناس محترمين. انا مستغرب في حاجه يسي. شنو هي؟ وعنده مخين وهبل. نباتي كان في الأسبوع يذبح لنا في حوري، يعدل المراح ويجيب هذاك الكبش اللي خلت عينه من كراعه ويكره ويجيبه يجيبه. انا نخنق مع باتي في الكبش راه، وبعد ما نذبحوه نهلقوه. تجي امي تاخذ الستاير تشلحن 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 وتملحن وتشويه لنا، ونا ناخذ الدواره عاد نغسلها شوري الدواره، ناخذ الدواره ناخذ هذاك المصران المصران الرقيق نقول له يطلع ورك. وبعد ما نحط العصبان على النار ناخذ هذاك الراس عاد مش مشفشف، لازم نشفشفه، نشفشف هذاك الراس ونحطه في الفريز. يا مره يفجعني راس فجعه حطينه في الفريز مش مشفش فينا. قرونا قالتك فجعني العموم هذاك الراس. قلت لهم بصراحه ما عادش تحطوه الراس كي مش مشفشف، لازم تشفشفوه. ايوه والمرق بتاع العصبان اللي حطيناه على النار بعد ما يطيب العصبان نحولوا منه العصبان ونحطوه فيه رز، وبعد ما يطيب الرز نحطوه ونعقب شويه من المرق ما بات نقوه مره اخرى. ايوه انت نعسته؟ لا معك بيو طقينا طق باتك خش على الكبش كره مع المصران. ديمقراطية عفوا يا ديمقراطية، عفوا يا ديمقراطية، معاك المواطن شحيت، معاك المواطن شحيت، سامحينا نعطلوك شوية وناخذو من وقتك لحظات، ناخذو من وقتك لحظات، نريدو ناس تثير قضية تحلل في كل الشاشات، تحلل في كل الشاشات، نريدو ناس تثير قضية لبس قراويط وجكات، لبس قراويط وجكات، اللي احنا ما عنك مخفية عطاب حدود التقرايات، عطاب حدود التقرايات، ما حوتك محو الأمية كملناها بحجابات، إن كان تريدوا ليبرالية مش وقت الليبراليات، مش وقت الليبراليات، إن كان تقولوا علماني أنا مخوذو في كل أوقات، أنا مخوذو في كل أوقات، إن كان تقولوا علماني أنا مخوذو في كل أوقات، أنا مخوذو في كل أوقات، حوتك محو الأمية كملناها بحجابات، كملناها بحجابات، ما حوتك محو الأمية كملناها بحجابات، كملناها بحجابات، أفواهك مرهون قديمات، أفواهك مرهون قديمات، أفواهك مرهون قديمات، أفواهك مرهون قديمات. عليت عليت منور منور بوجودك. قول لي يا مقاوي، أنت ليبي ولا مصري؟ ليبي يا رجل، علي الطلق ليبي والعتب والشنب. عاوز حاجة؟ شنب أخوكو؟ لا مش خوي،
لكن زي ما تقول هك ابويا وابوه ضنعم خبط لزق على طول. والله ما نحسبك الا مصري. ومالهم المصريين يا دجويده معفن انت يا دجويده انت مالهم المصريين؟ ياد المصريين اشدع ناس ياد. ياد كفايه وقفوا معنا في الثوره. ما تفرقش نحن واحد يا. ايوه هك. علي الطلاق انت اشدع واحد في عيت ابو الحواجب كلهم. مرحب يا عيد حجاجيت. مرحب يا عيد حجاجيت. مشاكل كم ديما وجديت. مشاكل كم ديما وجديت. يا مرحب يا عيد حجاجيت. مرحب يا عيد حجاجيت. وجوه كم ديما من قلبات. وجوه كم ديما من قلبات. يا مرحب يا عيد حجاجيت. ومرحب يا عيد حجاجيت. يا رب كنا الخارب الخيل نحكم على بعض. يا رجل دوخنا هالمحطات هذين والله ما عاد عرفنا ما نصد. يا رب ما في شفافية على خبرهم يقول. شفافية. المهم. نعم. كل واحد له بحاله في هالقرية. وبالحجاجات ضرب على التعويضة اللي ديالها في هالديبات ويهفن. تعويضة والديبات. تعويضة والديبات. أنا خاش راسي وريد نطلبها من حمد. علي اللي مين انك راجل صحيح؟ هذا رايك؟ علي اللي مين شبك فيك العزوز امال كيف؟ هذا كلام قبل اللي يسبقك عليه ابو الحجاجات ويهف اللي هناك ويخليك حطيطاش. حسدي لقاني عارف حسدي عالخبر عالخبر راه ما تمسكش علي راه عالخبر قالوا يعني طاش في رقبتي يعني. قالوا ابو الحجاجات يبي تعويضه يبيها من زمان غاوي فيها يقول غير سبق عليها بقلية فيك براهين حتى هو وقولك هي تبي منه تريدك انت طايحة فيك رسمي القلب ما يريد يس كم هذا يوم الفرح راه دازت علي ابو الحجاجات ها ايوه وعزقت لي حتى غناوة مانيش عارف ايش تقصد بيها وش الغناوة قولها لي نفسرها لك يا طو قرقون جميل دار ما ننسيه اللي معاي داجياب دمعت يدقوا هلك هلك يدقوا هلك يدقوا الشيء ايوه رجال ادت اليبرة علي اليمين علي اليمين كما خليتك تحول شناباتك هذين اللي قهرتني تقول كرعين نطع ما نسهم انا نجي وراسك انت دوبين نزعف في والله ما هو زيف لو كان يصبي حتى على راسك وراسك قاعد يتحلف ويفلق ويطلق ويقول والله ما هو زيف تركي قلت انا قلت لابو الحجاجات ما هو شوره هالموضوع هذا بك ولا يفكر فيه انا مش عارف شنو يبي فيها كم مش عنده وليه شنو تقول فراغت عين لو نمنا ايدي من تعويضه ونادى توافق علي لبين ناخذها بكره في شناب وانت باش خير منك شنابو ترى قول لي ها ابراهيم على رويحتك بس علي الحلال تقعد اي لاقانتي ما ملي تمناك ورايك شنو ندير نقص من هالحجاجات شوي قصدي هالشعر والبس وتزوز وعيش حياتك مالا كيف والعويل شنو نقول لهم مالك ومال العويل ها مالك والعويل وماسك لي فيها العويل اش كبروحك يا راجل تزوز وجيب ولي لا وبعدين لا عيب ولا حرام ايوه على سنة الله ورسوله على الأقل تحصل المرأة أطيب لك قطعك الشرف في بطنك قاعد تطوح في هالمربوعة من دريك والي رأيك كيف بعدك سوايا تعويضات فتلاكة مرة يا راجل تعشيت عندهم بزين يخدم تخدمية الله 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 معصد علي الحلال تقول معصدت في خلا عليه لحم قعود صغير هابز 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 تقول زبد شعير ها؟ وبوجه أخرى أيوة حمد أنت طحته
ريس محاضر موش مناظر نحنا ما نبوش الناظر. ريس محاضر موش مناظر نحنا ما نبوش الناظر. الناظر يا أكبر بزناس أنت ما تنفعش خلاص. الناظر يا أكبر بزناس أنت ما تنفعش خلاص. الشعب يريد إسقاط المدير. 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 الشعب يريد جميل جميل جو ديمقراطي صح. يريد إسقاط المدير. الشعب يريد إسقاط المدير. الشعب يريد إسقاط المدير. الشعب حرام عليكم إسقاط المدير.